في نظر الجميع المنقذ، ليس لمصر فقط وإنما للمنطقة العربية بأكملها. إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يلتف حوله الجميع الآن في تأييد شعبي كبير، مطالبين إياه بالترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكدين أن فترة واحدة لا تكفي. فأعلنت أحزاب وقوى سياسية عن دعمها ومساندتها للرئيس السيسي في حربه التاريخية ضد قوى الإرهاب في مصر، مؤكدين أنه حقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مطالبين الجميع بالاصطفاف الوطني خلفه. فتمكن في فترة رئاسية واحدة من تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي أنقذت الاقتصاد المصري، مثل مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والطرق والكباري، بالإضافة لمؤتمرات الشباب التي شارك فيها شباب من مختلف الجنسيات والتي دفعت لتنشيط السياحة، بالإضافة لإشراك الشباب في مختلف جوانب الحياة. هذا بالإضافة لنجاح السيسي في إنقاذ المنطقة العربية بأثرها من مخطط لإضعافها وسرقة مواردها بعد احتلالها، بالإضافة لنجاحه في إعادة وحدة المنطقة وإجراء مصالحة شاملة بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة بالتصدعات الحادثة على المسار السوري والعراقي، والعمل بقوة في كافة الملفات العربية والدولية. فسنوات عصيبة مرت على الشعب المصري تحمل فيها الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية، إلى أن عبر بر الأمان خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التي اختار فيها الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، حاملا بعدها راية الدفاع عن الوطن، وخاض بعدها حربا شرسة للحفاظ على الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها من جديد وقيادة مصر على الطريق السليم لإعادة الاستثمار والمشروعات مرة أخرى وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ظهرت مبادرات تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية حتى يستطيع استكمال ما لم ينجزه على مدار السنوات التي ترأس فيها مصر. فكان من بين المبادرات التي لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة تحمل اسم حملة علشان تبنيها، والتي تطالب بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل عام 2018. حملة بدأت بإدراك الشباب والمواطنين للتحديات التي تتعرض لها مصر سواء في الخارج أو الداخل، وكذلك متابعة أداء الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ما أوجد حالة ملحة لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة. وعن رأي النواب فأكدوا أن ما يمر به الوطن من محن خلال الخمس سنوات الماضية خلق شعورا عاما لدى المصريين بأن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون هناك استقرار سياسي يضمن خروج الدول من كافة أزماتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أن الاستقرار السياسي يأتي من خلال ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية حتى تستقر الدولة المصرية. إسراء سعد، تحيا مصر. والله والله لن نسمح لحد يهد البلد دي أبداً.